نزولنا اليوم الجمعة 18 شعبان 1442 نزولنا للبلد من شارع البريد إلى أزقاق شمس. إلى أزقاق شمس نتعدي وعاب السبيل والشوق فيها يطير. نتعدي وعاب السبيل والشوق فيها يطير. نتعدي وعاب السبيل والشوق فيها يطير. لازم الكمامة، لازم الزقاق بن حمدون. وهذا يلحم وينظف الخواتم العقيقة اليمني. الله يرضى عليك. ايش قاعد تسوي الحين انت؟ لحم فضل، لحم ذهب. الحين هذا تقصه؟ هذا قصيناه ونضل لحم ونوسع. ونوسع ايوه. انتوا هنا شغلتكم تصليح. تصليح؟ ايه. وتقصير وتوسيع. تلميع. سواء فضة أو ذهب. ايه. أو أي معدن. ايه فضة وذهب. تطلوا؟ تطلوا. لا طلع ما في. ايه. بس أظن تاخذوا وتطلعوا الناس. ايه. ايه. ايش الأدوات اللي تستخدموها؟ نستخدم لحام الفضة ولحام الذهب. ايه. للذهب. هذا الأبيض اللي تحطه شو؟ هذه مادة اسمها تنكر عشان تنكر. ينصهر اللحام. ايه. بعدين تحط من الفضة نفسها؟ من الفضة هذه لازم تلحم بالفضة. تلحم. كم لك انت في ال... والله كثير يعني فوق 20. فوق 20 سنة في اللحام ما شاء الله كان. نفس الموقع هذا ولا؟ هي بنفس الموقع. بيت بن حمدون ها؟ هي بيت بن حمدون مضبوط. الله يعطيك العافية. الله يعطيك. اسمك ايش؟ محمد. محمد ايش؟ محمد الشوكي ابو يوسف. ابو يوسف. اشتغلت قبلها عند احد؟ اشتغلت في الرياض. في الرياض اي برضه في نفس المهنة. نفس المهنة. نفس المهنة. الله يعطيك العافيه. عمالي هدي واروح يا شارع حبيب الروح. عمالي هدي واروح يا شارع حبيب الروح. عمالي هدي واروح نستنى منايا يطل ومتمنى الدنيا يروح. كان القاضي تنظيم الدخول عشان ما يصير زحام من قبل الشرطه، وفي حاطين سكيورتي اهل الخان وكل اهل المحلات كمامات، كلهم كمامات ما شاء الله تبارك الله الحمد لله، يعني شغل منظم.